السلام عليكم متابعين ديالي، تبارك الله المشاهدين ديالنا المغاربه الحباب الكرماء الطيبين، خوتنا الجزائر كذلك الطيبين الكرماء، الشعوب العربيه كامله ان شاء الله. نخرج الوالده ان شاء الله حيت جات عندي وما جابتش الدواء ديالها، نخرج المهم ان شاء الله الفورماسيان ونشوف شنو خاصها. هذا هي اللي خاصها شي حاجه ياك الدواء ديال الطونسيون، ويعبر الله الطونسيون، نشري لها الدواء ديال الطونسيون ونعبر لها الطونسيون ونعبر لها السكر ونرجع المهم قدام عينكم ان شاء الله. الله اكبر كبير حتى ندير المهم ونشوف ان شاء الله. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كيفاش لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في صحه جيده يا ربي، وشكرا على الدعوات ديالكم واللي تتعيطوا لاخوتي وتتكبروا بيا. الله يجعل ربي يخليكم ليا، الله يطول في عمركم، خليكم وليداتكم، خلي لكم صحيحتكم اخوتي. ودابا خالتي راه من سد الدواء ديالها وجاتها النهار الدوخه، ودابا راه خارجه السي الطبيب باش عبر لها الطانسيو باش تشوف الدواء اللي تعطيها، حيت ما عارفينش اخوتي باش تشري بها الدواء. خلات الكاري تما ديالها اللي تتبع، دابا لا بد خصها تعبر لها وتشوف السكر تشوف الطانسيو. يمكن نعيطو لها وخدي جي تصورنا غير السكر. السكر بلا ما تعبر لها، دابا خصها تعبر لها في الصباح على الخير. ياه على الخير خاصها السبعه تخرج مليح. ايوا تصور مليح. دير على الطونسيو دابا. كتعبري الطونسيو تعطيك الدواء الطونسيو. والسكر في السبعه تخرجك مليح. عشان ما تكونيش فاطره. ما تكونيش فاطره. انا قبل ما كنت كنمشي تيقولوا لي بغيتي فاطره. تا هي. الدنيا ناديه. تا ما كنمشي بلا فطور، تا تما عاد كامل. تا ناس حامل فيا السكر. ان شاء الله. ومن مشيت قالوا لي اخوتي ما تفطريش اجيب لا فطور. ما مشيت الحمد لله ما في لا سكر لا والو. الله يشافيك خويتي، الله يشافي كل مريض اخوت. السلام عليكم، الله يشافيك كل مريض. نتمنى نكون على خير وبخير ان شاء الله. كي دايرين؟ اين عاد الحراره اللي جاتي؟ الله يبعد علينا وعليكم ان شاء الله. دابا راني جاتني ديك الدخان تاني، كنت عند بنتي تما كانت شاريه لي الكينه ديال راكم عارفين عرفتي نقول طونسيو طونسيو. خليت نسيت غادي نجلس زعما غادي غنضرب عند ولدي وغنولي الساعه كثير قعدت. دابا خليت الدواء عند بنتي دابا غنمشي. عمرتي الدار الوالده. دابا غنخرج نشري لي دواء اخر عبر لي طاسيون عاوتاني شي شتي. سمعتي دابا خصني نفرقوا داكشي واحد تجلس عنده اللي النوبه ديالك تجلس معنا حنا. دابا انت وليدي عندك الضيق هنا. ما عندي بوديق لا لا. خصني نخرج وندور. لا لا نهبطوك ندورك الشارع، احنا عندنا غلطه. دابا الدروج 14 درجه الوالد. انا تنخديك الدرجه. البارح طلعت لك 64 درجه عند خالتي للسطاح. والله انا مشيت انا شفت امي مريضه وديك الشارع. كثر شي كلمه تحبي. شفت امي مريضه. وكان سفلية نجي ونجلس ونخرج راسي ونفضل، ولكن انت ومصطفى دابا دايما انا خاص يا ربي سل على وليداتي هما ويديروا دويراتهم ويجيو ان شاء الله تا هما ان شاء الله ونديروا السفلية لا ولا مصطفى لا الهادي. يا ربي تفتح عليهم البيبان وما عنديش تاع يا ربي ربح لي وليداتي كاملين بنياتي وليداتي الله يسهل عليهم الله يجيبهم كيف هما وليدات المسلمين جميعا ما كنتسنى وانا ما عندك سفليه راني ما نحيي 14 درجه مي تخرجك على ظهري نطلعك. مصطفى مشيت له الرابعه مسكين طلعت عليه ليا ورجليا والله ما قادر نطلع هو مسكين حاير معايا نعاود نهودني مددشني بشويه مي وبعدين بغيت نقعد مددشني بشويه 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 توصلني الله يجعل ربي يسهل. كنا في الزلمه كانت خالتي تجي لعندي تتلفت. سندي لامي ديالك فين راه سندي؟ سندي الحمراء اللي كنتي لابسه. لا لا الصباط اللي زايد عليها. الصباط فين هو الصباط؟ هو تماك هو تماك. يلا تعب عليك واش عامل دواء شنو تعطيه؟ مشي غير تقبل تشري وكان كان عندك الكارت اللي شاريه لك ناديه خليته خليته تما نسيتو. دابا هي راه عارفه دابا تعبار ما تعرف هي تعطيها. تعرف هي الدواء اللي تعطيها. قلت انا غنولي بالليل نعطيك ربعي. كون بتي هنا كنصبح داك الطفل بديه. الغانا ما عرفنا السكر. لا الطفل بالحومه. خصك تلاحظ الطاكسي تات ولا غدا طلعت ان شاء الله. عندي في هاد الدروجه جات عليها ها بشويه نهبطو الدريجات من بعد يا الدريجات اللي مويا ولا هذا هو الشارع ديالنا فين تنسكن اخوتي ها تما الشارع هذا هو
تعملي انت الغدا لا سيدي؟ ما عنديش الحكومه صبر لي عافاك ان شاء الله. طونسيون ديالها مازال ما عطاناش. البارح بغيت نجي معينه الوالده ديالي. معينه الوالده نسكن. شنو هذا الطونسيون جيت نعبروا لها؟ ما نعرفش الطونسيون الحمد لله بيتها 13 على 7 يعني راه مزيان في الوقت راه خير 13 على 7 خير مزيان. دابا شو غادي نمشي نجيب لك الوالده للشاي. ما مشيتش للشايه؟ تا لا ما مشيتش جيبها لها الحال نمشي نرجع. صافي انت سير انت وامك. بعدا طنش على الحمد لله زويون الحمد لله ملي قالت 13 على 7 تحيه للجماعه ديالنا ديال عين الشقف تحيه للناس المسؤولين ديالها الله يكثر خيرهم عيطنا قلنا لهم البوله راه قاطعنا وجاو يصعبوا لنا ان شاء الله دابا ما رجلوهم لنا عطينا الدر بعدنا الضو شي شويه ولا تريسيان السي مصطفى جماعه عين الشقف تحياتي لهم وتحيه لهم هما جاو تبارك الله كيصبوا لها الكوموند على شي حاجه كيجيو يصبوها في البلاصه والله الا عيطت الرئيس قال لي دابا يعني ان شاء الله ها هو جا صبوها في البلاصه كان في السلطه سير ابو زوال اللهم الله يسر شكرا لك مرحبا والدي شكرا هاك مويتي موي ترينيتي دابا درتي الدوره وجيتي راك ترينيتي كنت تهضر مع خالتي ب 70 درجه وطلعت وهبطت فيا طلعت كتمشى موينتي كترتاح شويه بنادم كيتمشى شويه كيتمشى الانسان كيرتاح شويه جبتي لها مشيشيه اشو جات تجي قدها ولا لا؟ قال فيها ما جاتش قدها ياه واش عجبتها مويه انا بعدا ولا ما عجبتهاش؟ لا لا بحالو صورته لنا زينب وعطات لي صورته زينب بحالو عندي تما خليته في الدار خليته بحالو حيت مشيت عندها قالت ضروري خصني نطونسيو فيه الدواء بزاف وعاد عيطت لها هما صورته ما تاخذي جابنا زينب كاين شوف جابنا كي نعرفوش زينب زينب ايوا الحمد لله الحمد لله الله يشافي لنا الوالده ويخليها لنا ربي دعاويكم معايا احبابي الله يكثر لنا بالشفاء ان شاء الله والحمد لله وراه اللي كنشاركوا مع احبابنا وما كنخبوا عليكم والو انا ديما كنشوفهم حتى من كوتا ليله كل نهار هذه يومين ما شفتش حنا عندك قولي لي امي انا نسيت وحدي الدار عندك انا هنا اليوم عمري لا تشربيهم شربي دابا ولا تسلموا الماكله غير من الليل مره وحده في الصباح انت مره تتعشى وتولي حتى ولا حدا صافي هو الشفاء ان شاء الله يا ربي بحالك وما نطولوش على خوتنا والسلام عليكم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله زوين بحالكم تبارك الله عليكم السلام عليكم الوقوف اللي واقفين معنا الله يغلي يوقف معكم الله يكثر خيركم شكرا لكم بزاف تنحبوكم وكنموتوا عليكم الله يخليكم لينا شكرا لكم بزاف افتخر بكم والله شكرا.